وعشان مصلحة الطفل اللي مع الأسف هو أكتر شخص بيتضرر في الآخر. يعني كتير من الأطفال نتيجة الخلافات الزوجية والطلاق والمشاكل دي كلها وانقساماتهم والمحاكم، بتلاقي إن الطفل ده مش لاقي رعاية نفسية على الإطلاق، عنده يعني ممكن يصاب بتشوهات نفسية واضطرابات نفسية ده نتيجة أكيد، أو يعني هو لازم ينعكس عليه، الجو لازم ينعكس على الطفل مع الأسف طبعا. طيب مسألة التوعية حضرتك كنت أكدت عليها إنها كان مقترحك الرئيسي. تمام. طب تعديل قانون الزواج، يعني هي تعديل عقد الزواج آسف، هي بس تبقى في بنود واضحه بتحدد الواجبات الحقوق، لو في شروط معينه، لو في فكره الكد والسعايه يبتدي ان هو بقى قانونيين ويحسبوها ان احنا ممكن نعملها ازاي، طبعا بما يتفق مع الشرع. يعني احنا كل اللي بالظبط طبعا. بنتكلمه ان هو ما هو الشرع هو اللي بيحمي حقوق الجميع، مش للمراه ولا ضد لكل الرجل ولا اي المجتمع حاجه، كله من خلال القانون للمجتمع والشرع. طيب بالظبط. بس احنا في مجتمعنا الحديث عن ان هو نيجي لو كتبنا في عقد، انا مع حضرتك في مساله التوعيه وضروره التوعيه ان تبقى الزاميه، تمام. وتبقى الزاميه زي ما المثل اللي ضربتيه زي رخصه السواقه كده، ما تطلعش بواسطه، لان تمام الواسطه دي هتدمر حاجات كتير. بالظبط. طيب انا متفق تماما، انا كمجتمع شرقي ان انا متفق ان يبقى في مساله توعيه، لكن لما الناس تقول لك انت هتتكلم عن الانفصال ليه قبل الجواز، احنا جايين نفتح بيت وهنتكلم ليه؟ اصلا انا من خلال متابعتي للحوار امبارح كان في بعض المشاركين بيقول لك ان احنا نكتب ان لو قعدنا كام سنه مع بعض يبقى في كذا، لو انفصلنا في الحاله. احنا مجتمع برضو اعتقد ما زلنا لحد دلوقتي عندنا فكره ان احنا نبقى كل حاجه كده مكتوبه، بالذات في حته الايام اقول لك سيبها على الله. انت شايف الموضوع ده ازاي؟ لا، هي فكرة ان انا يعني ناخد المواضيع ببساطة شوية، ان هي تبقى بنوضح الحقوق بس والواجبات عشان بس لو لا قدر الله، لكن هم ما هم المفروض الطبيعي ان هم داخلين عشان يكونوا حياة ويستمروا، لكن حصل اي شيء في الطريق فيبقى امساك بمعروف او تسريح باحسان، يبقى الفراق نقول عليه فراق راقي، طلاق راقي، بيراعي في مشاعر الاخر، بيحترم وبيقدره، خصوصا لو في اطفال، فلازم العلاقة هتبقى مستمرة على الأقل، بس يكون في احترام ما بينهم، مش محاكم، مش مشاكل، هو مش يعني التسريح بإحسان، يعني هي كلمة إحسان دي أصلا يعني اللي يقدر يحسن للتاني أيوه ويقدر يتنازل يحسن إليه.